في أصعب من كسرة الروح بعد العشاء، إنك تتعشم بشخص أو شي معين لأيام وشهور، ممكن تكون سنين حتى، وبالنهاية ما تلاقي مقابل. رح تنطفي تدريجيا، ورح تسأل حالك وقتها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، أنا ما كنت شخص منيح؟ أنا بستاهل كل هاد يا ترى؟ أسئلة كتيرة، وأسئلة بتاكل خلايا المخ ومستحيل توصل منها لجواب. ووقت حدا يعشمك أنه رح يضل موجود بحياتك تحت أي مسمى وبعدها يروح، رح تفقد ثقتك بحالك وباللي حواليك، رح تخاف من أبسط الكلام، رح تشوف كل الوعود كذابة، وكل حدا رح يقرب منك بتحس فيه تقل بالشعور جواتك وكأنه مو جاي ليكملك، بتحسه جاي لينزع كل شي فيك ويتركك فارغ بعد كل نقصك. للأسف قدر هالشي انه يغرقك بشعور النقص، قدر انه يحولك لحدا ممنوع اللمس، وكأنك ما خلقت لتكون انسان، خلقت لتكون بعيد مثل الشمس، بتعطي نور وبتعطي دفى، بس القرب منك حريقة روح وهزيمة للنفس.